الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما ذكره عنه ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن ثم يستمعون له، فهذا كان من هدي السلف رحمهم الله، وخصوصاً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الفوائد ما لا نحصيه في مثل هذا المقام المختصر، ولكن من فوائد هذا النقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أكثر الناس، بل هم أكثر الناس عناية بكتاب الله عز وجل، قراءة واستماعا وتدبرا وعلما وعملا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضاً يستفاد منه حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ الوقت، فكانوا إذا اجتمعوا استمعوا لكتاب الله سبحانه وتعالى. والاستماع لكتاب الله عز وجل من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، فكثير من الناس قد يقرأ القرآن ولكنه لا يجعل له ورداً يسمع أو يستمع فيه لكتاب الله عز وجل، سواء من قارئ مباشر أو من قارئ مسجل، فكل ذلك مما ينبغي للمرء أن يعتني به، يعتني بالقراءة ويعتني بالاستماع. وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولاً، ثم فعل الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: اقرأ علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب، وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك، فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع القرآن من غيره، مع أن القرآن أنزل عليه. ولذلك على المسلم أن يعتني بالسماع كما يعتني بالقراءة، وذلك لأن الاستماع لكتاب الله عز وجل فيه فوائد عظيمة، منها أولاً حفظ الوقت كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وأيضاً أن الاستماع طريق إلى التدبر، وأيضاً الاستماع طريق إلى رقة القلب، فقد يلين القلب ويرق عند الاستماع ما لا يكون ذلك عند القراءة، وقد يكون العكس. والإنسان في مثل هذه المواضع يكون طبيب نفسه، فإن رأى أن القراءة أنفع أكثر منها، وإن رأى أن الاستماع أنفع أكثر من ذلك، ولكن عليه أن يجمع بين هذين الحسنين، القراءة والاستماع. وأيضاً الاستماع من فوائده أن الإنسان يحسن تلاوته، فقد يقرأ كلمة من القرآن بشكل غير صحيح، فإذا استمع إلى قارئ متقن فإنه يصوب خطأه. ومن فوائد الاستماع أيضاً نزول الرحمة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالاستماع للقرآن والإنصات له من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. فالاستماع وتأمير وأمر رجل يقرأ، هذا أمر يكاد أن يكون مستفيضاً عند الصحابة والسلف، فالأثار في هذا الباب كثيرة جداً. ومنها أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا. لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان من أحسن الصحابة صوتاً، فيقول له: ذكرنا ربنا، فيقرأ القرآن ويستمعون.
ويقول علقمة رحمه الله تعالى قال: كنت حسن الصوت، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يرسل إلي من أجل أن أقرأ عليه القرآن. والأثار في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن نستفيد منها أننا نحرص على الاستماع كما نحرص على قراءة القرآن، وأن نعتني بهذا الكتاب الذي هو عزنا وهو شرفنا وهو ثباتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.